هو صرح يعني حقيقة جميل جدا. نتمنى إن شاء الله يعني مراكز كيما هذوما يعني اللي راح تطور وتحسن نتائج النخبة تاعنا وكل الفرق تاعنا الرياضية. لحد الآن كاين 32 رياضي متأهل الألعاب الأولمبية. نظن أنه مازال بعض الاختصاصات اللي راهم اون كورس بور لا كاليفيكاسيون. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح للتأهل. أكيد يعني هي كلها رياضات فردية اللي راهم متأهلين. احنا أكيد دعمنا متواصل لهم خاصة في هذا الدنيا اللي ندروات هذه، وبالتوفيق لهم إن شاء الله في تمثيل الجزائر أحسن تمثيل في الحدث القادم إن شاء الله. نهني الرياضيين على هذا المركب الجديد اللي سوف يسمح لهم تحسين الأداء تاعهم الرياضي. كل الشروط متوفرة من إيواء وإطعام وممارسة الرياضة. على كل حال على غرار سياسة الحكومة فيما يخص القطاع الشبيبة والرياضة فيه مجهودات يعني كبيرة قمنا بها على مستوى الولايات. فيه ملعبين هامين سوف يتم استلامهم في الأشهر المقبلة إن شاء الله، ملعب قليعة وملعب شرشات، لتصبح ولاية تيبازا يعني تكون حافز وتكون هذه المنشآت يعني تمكن الفرق المتواجدة على مستوى العاصمة أو كل المنافسات التي تجرى على مستوى العاصمة ممكن تكون هذه المنشآت تساعد لممارسة النشاط المتوقع إن شاء الله. موقع الإلكتروني إيكو تيفي.